البياض بيعمل ايه؟ البياض بيشد البشره بشكل غير طبيعي، بشكل غير طبيعي، بس المهم ان هو يتعامل صح. ما ينفعش خالص خالص تجيبي بياض البيض وتحطيه على بشرتك وتتكلمي مع صاحبتك مثلا. لازم احط عليه حاجه؟ لا، هو زي ما هو كده، بتغسلي وشك بشويه ميه، ما ينفعش تحط على الوش ناشف. وتاخد بالك كويس جدا. الند يعني ولا رطب؟ رطب. رطب. اوكي. وما ينفعش يتحط تحت العين خالص. خلاص، لان هو بيشد جدا، ولو اتحط عليه نشا يبقى رائع. انا بفصل الصفار عن البياض وابتدي احطه على الوش، وطبعا اللي بيتحط على الوش بيتحط على الرقبه. خلاص. البيض ونتفادى منطقه العين. وتتفادي منطقه العين. وطبعا تبقي قاعده صنم. صنم ليه بقى؟ لانك انت لو عملتي حركات تعبيريه وبياض البيض موجوده ممكن يعلم. يا نهار. فدي حاجه مهمه جدا. فطبعا البيض كويس جدا جدا، وفي حاجه اسمها السيلينيوم. السيلينيوم ده من اكثر الحاجات الرائعه انتي ايجينج، او مقاومه للتجاعيد ومقاومه للشيخوخه. وده موجود فيه، ويتعمل مره في الاسبوع. الناس ما تبقاش اوبسست بيه، يتعمل مره في الاسبوع. ويفضل صباحا ولا مساء؟ لا، مش فارقه، مش مهم. اهم حاجه يعني في اقصد ليه، لان لو الصبح انا هخرج ممكن احط ميك اب، بالليل ممكن لا يبقى بعد. اوكي. يبقى بعد.